وللتعليق على الشأن اللبناني ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. أهلا بك سيد عبد الرحمن. بداية، لبنانيو الخارج ينتخبون لأول مرة في 32 دولة حول العالم مع أنباء عن إقبال كبير، بما تفسر هذا الإقبال الكبير للبنانيين على الانتخابات هذا العام؟ بالعادة تقريبا نسبة الإقبال على الانتخابات في لبنان في الداخل قوية. هذه هي المرة الأولى كما أشرتم التي يتم فيها اقتراع اللبنانيين الخارج، وهذه يعني التجربة الأولى للكثيرين منهم، وبالتالي هذا ما يفسر هذا الإقبال. الأمر الثاني أن الأحزاب السياسية اللبنانية تركز بشدة على اللبنانيين الخارج هذه الفترة، لأن بسبب القانون الجديد وهو القانون النسبي كل صوت سيكون له دور كبير في حسم المعركة الانتخابية، وبالتالي هناك فعلا تركيز كبير للدعاية السياسية الانتخابية للأحزاب على اللبنانيين المغتربين، وهذا أيضا ما يفسر نسبة الإقبال المرتفعة للبنانيين الخارج على هذه الانتخابات. الانتخابات حاليا خلطت التحالفات السياسية، تحالف يعني الأعداء وتناكر الحلفاء فيما بينهم، إلى ما ترجع هذه الخلطة الانتخابية إذا صح التعبير التي تتحالف في هذه الانتخابات؟ القانون النسبي الجديد، وهذه أول مرة لبنان يتم فيه انتخابات بالقانون النسبي، أعاد خلق كثير من الأوراق وأعاد الكثير من الحسابات كثيرة. الموضوع الآخر، الضغوطات الإقليمية والدولية على الأحزاب السياسية اللبنانية تمنعها من نسج بعض التحالفات التي تعتبر محظورة دوليا وإقليميا، وبالتالي نعم الكثير من الأحزاب حاولت الابتعاد عن أحزاب أخرى وإن كان نسبيا لمحاولة عدم جلب الشبهات الإقليمية والدولية وعدم ربما فتح مشاكل مع دول نافذة في لبنان. هذان العاملان الأساسيان اللذان أدى إلى هذا الخلط والغرابة في التحالفات. لكن بطبيعة الحال لبنان بلد الغرابة في التحالفات السياسية، من الطبيعي أن نجد فيه دائما تحالفات غير منطقية، لكن المصلحة الانتخابية كما يسمونها اللبنانيون، وأيضا التعقيد الطائفي والمناطقي والعائل في هذه الانتخابات يفرض كثير من هكذا التحالفات. يعني نأتي إلى هذه النقطة التي ذكرتها وهي قضية الطائفي تحديدا، هل ترى بالفعل كما يرى البعض أن الانتخابات ما بين محور لبناني ومحور إيراني في لبنان؟ يعني بعد انهيار حلفي الرابع عشر من آذار والثامن من آذار، نحن أمام تعدد في الأقطاب في لبنان، تعدد في الاستقطابات، لا يمكن حصر الانتخابات داخل هذا الشعار. هناك صراع داخل الحلف الرفض لسلاح حزب الله، هناك صراع بين تيار المستقبل والتيار الريفي، أيضا تيار الرئيس عون أو يعني التيار العوني هو يذهب يحاول أن يبتعد قليلا عن حزب الله في هذه الانتخابات، وبالتالي الاستقلابات تختلف كثيرا. برأيي أنه ليس من الممكن تبسيط هذه الانتخابات والقول بأنها بين تيارين حلف موالي لإيران وحلف معادي لها. تعددت الولاءات وتعددت الأحلاف في هذه الانتخابات، كيف ستصل الأمور إلى في البرلمان، هذا ما سيفهم كيف تتم هذه الأحلاف. طيب سيد عبد الرحمن، ومع كامل الاحترام حتى لا يعطى شأن كبير جدا لهذه الانتخابات، السؤال ما الذي ينادي به اللبنانيون وما الذي يمكن أن يطبق أو ينفذ على الأرض؟ يعني بصراحة تركيبة النظام اللبناني هي تركيبة طائفية، وهي نوع من ما يسمى بالديمقراطية التوافقية، وقيمة التوافق لا تتفق مع الديمقراطية التي هي حكم الأغلبية بطبيعة الحال، وبالتالي النظام السياسي اللبناني هو نظام يعاني من أزمة وجودية وليس من أزمات، من مجرد أزمة سياسية. لذلك بتقدير أن هذه الانتخابات لن تقدم الكثير للشارع اللبناني، الأزمة مستمرة. ما يعول عليه هو أن القانون النسبي قد يتيح بعض إمكانية أن تأتي قوى المدنية، يعني الجمعيات المدنية وقوى الشارع المدني بعض بمقعدين أو ثلاثة أو أربعة، قد تعطي نوع من التغيير الرمزي والإشارات الرمزية للطرق السياسية بضرورة إجراء تغيير حقيقي في لبنان. غير ذلك أنا الصراحة لا أتوقع الكثير من هذه الانتخابات. سيد عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي اللبناني كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.